عادة فرعونية في العروسات التونسية، وكان نقول لأمي اللي مش باش نعملها في عرسي عادي تقطعني بالعذر والشهادة وتقول لي ألف عذر بالله نحضر لعرسك. باقي مصحة راسك تحب تقطعني؟ الحنة، أما كان تعرف حكايتها تتبدل رأيك فيها. يا لله ومد إيدك للحنة، مد إيدك. الحنة معروفة أكثر حاجة على العرب والهنود والأتراك، وبس في بالك اللي هي ظهرت في واحدة من بلايس هذوما، أما باش نظمك ونقولك اللي هي ظهرت في وقت الفراعنة وكانوا يستعملوها في تحنيط الموتى. هي تحنيط الموتى، يدهنوا بها يدينوا ساقين المومياء باش يبعدوا عليها الشر، يعني هما كانوا يستعملوا فيها في الموت، وإحنا ولينا نستعملوا فيها في العروسات. حوشيك الحديث. على خط العرس بالحنة هي عادة فرعونية زادة وراها حكاية. يا سيدي قالك كان يحكم في مصر فرعون اسمه أوزوريس ومرته اسمها إيزيس. عمك أوزوريس كان مسمي روحه لطفي ربي إله، ومات مقتول على يد إله الشر اللي هو اسمه ست. تو عرفت علاش المصريين يقولوا على المرأة ست. ميتة أوزوريس كانت مشنعة، ست قصوا بدنه على 66 طرف. وات؟ نفدلك معاكم 42 طرف كهو، ووزعهم على أجزاء مصر الكل. عاد مرته إيزيس دارت مصر من طرف للطرف، تلم فقطايا على رجلها باش تدفنه، وكانت كل ما تلم طرف إيديها تتوسخ بالدم، وباش ديما تتفكروا وليت تدهن إيديها باللون الأحمر. ومن وقتها ولاو نسا في عهد الفراعنة وقت اللي عرسوا يلونوا إيديهم بالأحمر بالحنة كرمز للوفاء والإخلاص للراجل كيما إيزيس. أمرته الحكاية هذي كان نحكيها لأمي تقول يكذبوا عليك، الحنة أصلها جابسية، أما العلامة تجيك أحلى كان حنة جابس. وكحولية الحنة هذيك وراها حكاية أخرى تعاملت عليها خرافات من المغرب للهند، وكل لون بقواعدو. أيا يا لالا شد عندك، كان حنتك غماقت معناها علاقتك مع حماتك باش تكون عسل. إنتي بالحق مينتي؟ إيش بيك؟ راني عندي كنة واحدة. وكان حنتك جات مبقعة معناها العروسة كذابة زفلوتة. تكذب! وكانت نحت فيسة معناها اللطف يا ربي ماكش باش تطول في العرس. اللامو 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 كي يجي في بالك اللي احنا نحنيو في العروسات جلد الفرعونه ايزيس، كل هي كانت تدهن طرف حنه باش تغطي بها الدم، اما احنا ولات لنا عاده نصرف عليها دم قلبنا. ايش سهريه الحنه والقفطان نتاع سهريه الحنه والفازات نتاع الحنه واللي غيبون، وتوا هو خلط عليهم روايق جديد تاع الحنه التركيه. اما بربي نحب نسالكم، البنات اللي تعمل حنه تركيه الزيق منين تخرجوه؟ بلديه ازمير ولا اسطنبول؟